الله أكبر الله أكبر. آثار الدمار جراء القصف الجوي بالبراميل المتهجرة على مدينة حريتان. الله أكبر، دمار هائل في المباني. طيران المروحة يستهدف الفرن الرئيسي في المدينة. الله أكبر. التقي مع أحد عناصر الدفاع المدني الحديث عن، ممكن تحكي لنا أخوي إيش الصادر؟ امبارحة سقط برميل على الفرن مثل ما لك شايفين. قام فريق الدفاع المدني بإخماد في الريف الشمالي، الدفاع المدني في الريف الشمالي بإخماد أكبر حريق، والحمد لله رب العالمين تم السيطرة على 7 خزانات وقود ممتلئين تقريبا 4000 لتر، والحمد لله رب العالمين. أضرار مادية، لا يوجد ضحايا، لا يوجد جرحى، والحمد لله رب العالمين. مثل ما يكون شايفين المحلات تضررت، الفرن لا فيه لا مسلحين، هالفرن للشعب وهالفرن لناس مدنيين مولى عسكريين، ولا مقرات ولا شيء. بس بوجه له كلمة لبشار، إذا فكر حاله إنه هو يتقدم على الجبهات، رجالنا ونسواننا وأولادنا كلهم بده يشيلوا البواريد، وراح نرجعه وراح ننتصر بإذن الله. إذا هو معه إيران وروسيا، نحن معنا الله. الله يعطيكم العافية. الله يحفظك. السلام عليكم. الله أكبر. يا سلام. السلام عليكم. بس هيك نحن ناشدنا الهلال الاحمر، ما حد رد علينا. ناشدنا الدول العربيه، ما حد رد علينا. الدول الاسلاميه، ما حد رد علينا. مجلس الامن، ما حد رد علينا. هلا بنناشد لجنه حقوق الانسان، لجنه حقوق الحيوان، يفهمنا الاحمر انه نحن مدنيين، نحن مدنيين ما لنا علاقه. اللي بدوس على راسه بالجبهات رايفهم جاي لحالنا نحن. ايش سوينا لنا نحن؟ خليه يموح على هذيك اللي بطلوا، طالما بطلوا عنده هالشجاعة يقول هذيك هو بيساوي غير عن مدنية. يعني هو مدنية حمار، ما بفهم. فهموا، خلي لجنة حقوق الحيوان تفهموا انه هلا نحن مدنيين بس. الله يعطيك العافية. هي اصحاب المحلات. الله Thank you.